فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للملاحدة والشيوعيين، يقول: ذكر بعض أهل العلم أنه لا إنكار في توحيد الربوبية، وهؤلاء ينكرونه، فكيف يقال عن ذلك؟ ينكرونه ظاهرا لكن يعترفون به في الباطن، ينكرونه ظاهرا من باب الجدال والعناد، وإلا فهم يعترفون في قرارة أنفسهم بالربوبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: ولو أنهم أليس موسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض؟ فرعون معترف، مع أنه فرعون أشد الناس كفرا، معترف في قلبه وقرارة نفسه، لكن يكابر. نعم.